لانه لو صحه المواطن البسيط بتهمهم كانوا اهتموا بمقدم الخدمه الطبيه اللي هو الطبيب، وكانوا اهتموا بتنفيذ حكم بدل العدوى. لو بتهمهم فعلا صحه المواطن البسيط، التغيرات اللي حصلت في المرتبات وفي الاسعار والحاجات دي طبعا في ظل وجود بدل عدوى لبعض المهن الاخرى غير الطبيه كمان، فكان طبيعي ان نطالب بزياده بدل العدوى، وده اللي اتحكم بيه. وما كانش في استجابه زي ما بيقولوا برومبت، يعني استجابه على طول لتنفيذ الحكم. و ابتدت يبقى في مفاوضات ما بيننا وما بين الجهات التنفيذيه، مجلس الوزراء بالذات، لتنفيذ الحكم. في حصل جلستين، والجلستين دي الحقيقه مجلس الوزراء مره التقينا برئيس مجلس الوزراء، ومره التقينا مرتين التقينا بالمستشار السياسي المستشار تامر عوف. كان في وجود الدكتور محمد معيط عن وزارة المالية، ورغم عدم إعلان الكلام ده، لكن كان في إقرار مع حقيقة الأطباء للبدل، ولكن لم يتم إعلانه. وكان في مقابلة أخيرة المفروض كانت تتم يوم الحد اللي فات، تم تأجيلها.